تقدم ممتاز باتجاه المرمى. الفريق يخسر مشروع هجمه. طرف في الملعب يعطي رونالدو الفرصه للتقدم. راشفورد. الكره الان مع الفريق الخصم. تتكلم عن أهمية وجود لاعب من قيمة اللاعب كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة فريقه في هذا اللقاء. لديه مهارة كبيرة في إنهاء الهجمات، يتواجد في المكان الصح دائما، عنده قدرة على التسجيل في أي لقطة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. جابريل جيسوس يحاول أن يشكل خطورة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. ريتشارلسون، كرة تصل لصلاح، يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. دي بروين يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. أرسل لك كرة على القائم البعيد، لكن الكرة كانت سهلة عند حارس المرمى اللي يتمكن من الإمساك بها وينهي الخطورة. بينية خطيرة. محاولة هجومية هنا. جابريل جيسوس تسديدة بعيدة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. بينية فيها خطورة. ركلة جزاء راح تزيد من مشاك الفريق. الحكم يشير إلى علامة الجزاء، كارت أصفر في هذا التوقيت. كرة لتوسيع الفارق الآن. مستحيل، في المرة الثانية القائم يتدخل. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. كيفن دي بروين. تدخل متهور داخل المنطقة، لكن تدخل شرعي على الكرة برأي حكم المباراة. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم، عمل رائع، لكنها لا تسبب أي مشاكل لحارس المرمى واللي يتصدى بسهولة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. دي بروين، بيرلا ميندي، إمكانية الكرة العرضية. تيمو فيرنر. فشل الفريق في تحضير اللعب. كرة مرتدة فيها خطورة. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن ضاعت. كرة مع جو كول. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، لكن لا تكتمل هذه المحاولة وتنتهي الخطورة. المستضيف لا يستحوذ على الكرة كثيرا في هذا اللقاء. هذا لا يهم كثيرا حقيقة، المهم فرصة خطيرة هنا. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. تحرك هجومي من جانب فريق ميريمين. الله،
على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. طرف الملعب يعطي رونالدو الفرصة للتقدم. دي بروين، ريتشاردسون، فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. فان دايك، وصلت إلى غوندوغان. جو كول، قرار ممتاز من الحكم بتحت الفرصة في هذه الكرة. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. إبعاد العرضية بقبضة اليد. الكرة في الضربة الركنية بعد هذا التدخل. بيلعب تمرير عرضية. عرضية خطيرة، لكنها بتروح مباشرة إلى يدي حارس المرمى واللي ينجح في الإمساك بها. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. خطيرة عند ريتشاردسون. هدف في منتهى الروعة، كرة مثالية، أسرع طريقة ممكنة للكرة بأن تصل إلى الشباك. الله على هذه الكرة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. نعود مع ركلة بداية الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت تشير إلى تأخر فريق ميريمين. كوناتي يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. كان ممكن تكون خطيرة، لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. كم ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع. حكم يرجع مرة أخرى لاحتساب هذا الخطأ بعد التدخل السابق. الحكم قرر ألا يخرج البطاقات واكتفى بالتنبيه. اللاعب عليه أن يستفيد من هذا الإنذار الشفوي، لأنه قد يغادر الملعب من الباب الصغير. فرصة خطيرة مع دي بروين. ممتاز حارس المرمى في التصدي. تألق وثبات وروح وإصرار، والكرة في إمكانيات كبيرة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. ضغط كبير عليه. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته. فرصة متاحة. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. إلكاي غوندوغان، حلو التدخل واعتراض الكرة. حلو الكرة البينية خلف المدافعين. الله الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. تمريرة كانت من دي بروين لكن بتتخلص. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. الدعم يصل الآن من اللاعبين. جابيل جيسوس، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. عمل كبير من حق. تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة. حكم يخرج الكرت الأصفر في وجه اللاعب بعد التدخل الأخير. رائع في قراءة الفريق الخصم. أشرف حكيمي بمهارة بيمر فيها، بيتخلص من الرقابة الآن. كرة للتسديد الآن. كرة بعيدة عن المرمى، تسديدة افتقدت للدقة، ما كانت بشكل مطلوب، ما كان فيها لا مهارة ولا توجيه ولا تصرف مثالي حقيقة.
ريتشارلسون، تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. جابيل جيسوس، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. يتقدم إلى الأمام. بيخلصها في هذه اللقطة. كريستيانو رونالدو يتوغل في العمق. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. كرة زاوية إلى العمق. كرة صعبة جدا، حارس المرمى تمكن من الإبعاد. تتوالى الضربات الركنية للفريق. كانت فرصة هدف محقق، لكن برافو حارس المرمى، خلصها، أبعد الكرة عن مرماه. لقطة خطيرة جدا. تفوق في النتيجة وفي الإحصائيات، هذا أمر يؤكد بأن التفوق لم يكن أيضا بالصدفة بل كان مستحقا. هذه الأرقام تثبت بأن هذا التقدم المستحق وأن الفريق يقدم مباراة ممتازة في أرضية الملعب. تدخل ناجح على الكرة. مساحة موجودة على الطرف أمام مريمين. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. دي بروين يمنع عبور التصويبة. يا رب، من يستطيع إيقافه الآن؟ يسجل بكل الطرق، يسجل من كل الفرص. مباراة غير عادية، أداء أسطوري، هاتريك مستحق اليوم. الله على الهداف. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. ميريمين لديهم الفرصة للتقدم عبر الأطراف. أوهو، يتخلص من الرقابة. فرصة لوضع الكرة في الشباك. هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق. العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة. يحاولون حتى النهاية للتسجيل وتقليص الفارق. النتيجة الآن رباعية مقابل هدف. 3 أهداف تفصل بين الفريقين. جابيل جيسوس، جيسوس وفرصة بالتسجيل. كرة متاحة أمام المرمى. مستحيل، كم باك في الطريق. هذه لحظاتهم، اقتربوا اقتربوا، أصبحت الأمور قريبة. عن أي إثارة نتحدث الآن؟ عن أي متعة؟ يقطع بالكرة صلاح من الجناح للعمق. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. إذن هذه صفرة نهاية المباراة.